Bravo. التحضيرات نتاعنا بدات براتيكمون من 15-16 جوان، توالينا معناتها تقريبا شهر قاعدين نحضروا. تبارك الله عندنا جروب كبير، معناتها عندنا قريب 32 لاعبي. تعرفوا يعني البارادو ديما توجور فما الملاعبيه اللي عندهم لا كاليتي، الاكاديمي نتاعنا قاعده تطعم معناتها، وعندنا دي جوار معناتها عندهم نيفو باهي. المأمورية نتاعنا ماهيش سهلة باش نختاروا الملاعبية اللي باش نبداو بهم الشامبيونا، الملاعبية اللي باش نلعبوا بهم في شامبيونا كومبيتيتيف كيما الليغ 1 الجيريان. معناتها يلزم فما دي كريتير، وهذه هي يعني خاصة معناتها بالنسبة لي كمدرب والإطار الفني قاعدين نختاروا في الملاعبية اللي نجموا معناتها والجروب اللي نجم إن شاء الله نكملوا الخدمة معاه ونطوروا فيه. زدنا عطينا اللاعبين راحة تاع يومين وزدنا عاود بدينا وبدينا التحضيرات ولحقنا اليوم للمقابله تاع بارادو اللي كانت مهمه لينا باش نشوفوا الجانب البدني، خاصه الجانب البدني للاعبين تاعنا. الحمد لله تجاوبوا مع المعطيات تاع المقابله اللي لعبنا على 10 تاع الصباح. درجه الحراره شويه كانت عاليه، ولا حسب رايي في صالحنا بالرغم من احنا بدينا بكري، يعني بدينا ممكن من الفرق الاولى نبدا التحضيرات، ولكن دائما الوقت يعطينا اكثر يعني باش نخدم نحضروا يعني الفريق، ووقت ما تجي يعني البطوله ان شاء الله بقدر ربنا قالوا احنا حاضرين 100%. الاستخدامات يعني اللاعبين اللي جبناهم يعني ياسين ياتو بولودان هذوما هما يعني اللاعبين خاصه عندهم خبره. تعرفوا يعني كما قلنا الفريق فريق نتاعنا الشاب ممكن من الفريق الاشاب يعني في البطوله، نحكيو على مويناج 22 سنه، فريق شاب جدا يعني لاعبين كما بولودين وكما يعطيونا اكثر يعني توازن.